بقى نخش في الموضوع ونتكلم عن امس ومبارح. زي ما كلنا تابعنا الاهلي خسر امام الهلال السوداني بهدف كان دون رد. طيب هل دي كانت نتيجه متوقعه؟ لا، دي كانت نتيجه توتالي او اكيد غير متوقعه، وما نقدرش ان احنا نقول فيها كلام كتير غير ان احنا اكيد برضو بصراحه، وانا بحب اكون صريحه، ما بحبش ان انا اطلع بصراحه اجامل، لا احنا ما كناش في احسن حالاتنا خالص، يعني ما كناش على المستوى او بنفس المستوى اللي احنا كنا فيه الماتشات اللي فاتت. ومش بقول هنا عن كاس العالم الانديه خالص، يعني فرق يا كريم بين البطوله دي والبطوله دي، عشان يجي حد يقول لك انتوا كده خسرانين ثلاث بطولات ورا بعض. هي على فكره كاس العالم للانديه وانت بتتكلم عن فلامينجو وبتتكلم عن ريال مدريد، دي حاجه ما ينفعش خالص تقارنها لي بالماتشات اللي بعد كده، يعني ما ينفعش تقول ثلاثه اون ذا رو او يعني ثلاثه ورا بعض، لا الكلام ده غير يعني منطقي اصلا الناس اللي هي هتتكلم. انا بتكلم هنا تحديدا في الماتش اللي كان بالامس اللي عليه علامات استفهام كتيره جدا، لكن هرجع واقول تاني وهحاول اتبنى مبدأك يا كريم. احنا كنا بنتكلم قبل الهوا شويه وكريم مبدأه اللي هو خلاص خلينا نعوض في اللي جاي، نثق في لاعبتنا ان هم هيشدوا هيعوضوا وهيصحصحوا وهيصلحوا المسار، واحنا واثقين في قدرتهم. انا ما عنديش اي ازمه في الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا متفقه معاك جدا فيه، متفقه مع الناس اللي بتتبنى النظريه دي، لكن في نفس الوقت الواحد برضو مش فاهم. يعني احنا كنا بنعاني من موسم فات كده في قصه اللمسات الاخيره، اهدار الفرص، حاجات زي كده، ويمكن هي مكمله معانا لحد دلوقتي رغم الاداء المتميز مع مارسيل كولر، لكن لحد دلوقتي برضو ما شفناش ان تم القضاء على هذه الافه وهذه المشكله اللي عندنا بنعاني منها بقالنا فتره طويله جدا. فلا انا اتمنى ونفسي ان الفريق يعني يبتدي كده يشوف ايه المشاكل اللي عنده ويتغلب عليها، حتى لو كنا بنفوز الفترات اللي فاتت يا كريم، حتى لو قدمنا اداء محترم رغم النتيجة في كاس العالم للأندية، وهقول تاني أداء محترم ده بلا شك، لكن أنت جيت من البطولة مش في أحسن مستواك. وعلى فكرة احنا كنا بنتكلم في النقطة دي لو أنت فاكر، قلنا بعد العودة من بطولة كبيرة زي كاس العالم للأندية أو غيره، أول مباراة بتبقى مباراة فاصلة، سواء أنت كسبان محقق بطولة أو مش حقق بطولة، أول مباراة بعد العودة بتبقى مباراة فاصلة. كنا قلقانين بس قلنا هتعدي ان شاء الله، وكده كده لعيبتنا لعيبه محترفه ما تفرقش معاهم الحاجات دي، لكن ما كانش المستوى افضل شيء بجانب امور اخرى منها التحكيم، وده ملف لوحده عايز كلام كتير وهنتكلم فيه على فكره، لكن برضو كان في ظروف اخرى انا لحد دلوقتي مش عارفه ايه يعني حلها بصراحه يا كريم. بس الحل مش هيبقى اكيد عندنا، هنتناقش على مدار الحلقه مع ضيوفنا سواء على مكالمات هاتفيه او طبعا ضيوفنا في الاستوديو. هنتكلم بقى خلاص، خلينا نروح كمان للي جاي. عندنا مباراة أسوان، امبارح الفريق وصل أسوان عشان يقيموا مدة 48 ساعة استعدادا لمباراة أسوان يوم 21 إن شاء الله. طيب عندنا بعد كده ماتشات مهمة جدا، وعندنا ماتش أمام سان داونز، ويعني بص لا لسه احنا قدامنا شوط كبير جدا وقدامنا موال كبير جدا، بس أنت عارف كل ما أنت بتعدي خطوة وبتبقى الخطوة ناجحة بتفرق معاك في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده. فعلى كل حال قدر الله وما شاء فعل، وخلينا نركز فعلا في اللي جاي. يعني تاني نرجع ونقول لحضراتكم ان اكيد المبدا نفسه ده في صلب فكره الرياضه بشكل عام والتنافس بشكل عام. يعني وارد جدا يكون في خساره في بعض الاحيان، وارد جدا يكون في تعادل في ماتشات معينه، كل دي امور وارده جدا في كره القدم، واحنا اكيد ان شاء الله لسه مستمرين في المشوار، والحقيقه احنا فعلا قادرين على ان احنا نتخطى كل اللي جاي ان شاء الله. الفكره في ايه بس، او الحاجه اللي بتزعل ناس كتير، ان ساعات بيبقى في حاجات اللي هي يتقال عليها ملهاش لازمه. فالحاجات اللي ملهاش لازمه دي لما بتتعمل او لما بتحصل على ارض الملعب بينتج عنها اما تعادل غير مرغوب فيه او خساره اكيد بطبيعه الحال غير مستحبه. يعني لما يكون عملنا اللي علينا مليون في الميه ومفيش اي تحفظات عند اي حد من مشجعي النادي الاهلي بيمشي الحال، لكن لما يكون عندنا تحفظات، وانت من شويه قلتي جمله ايه؟ لسه مكمله معانا. فكون انها لسه مكمله معانا دي لوحدها مشكله، لازم نشوف هي مكمله معانا ليه؟ ما احنا الناس كلها بقالنا فتره طويله بنتكلم فيه أشياء بعينها، يعني ثغرات صغيرة معينة، لكن الصغيرة دي لو كبرت أكتر من كده لا يبقى احنا بنتكلم على مشكلة لازم تتحل وبأسرع وقت ممكن. وأنا شخصياً أكيد احنا كلنا ما عندناش ذرة شك في حكمة وحسن إدارة وحنكة الإدارة والجهاز الفني إن شاء الله، وخصوصاً في التعامل مع النوع ده من الأمور عشان مبدأ تصحيح المسار، إن كان يجوز تسمية الموقف ده أو المواقف دي بتصحيح مسار أو نتيجتها يعني بأن هي مطلوب لها تصحيح مسار، بس هو لازم يتعمل في كل الأحوال.